وقبل ما يحدث مع الأهلي في آخر إنجازاته، خلينا نبارك لرجال وأبطال كرة اليد. قبل قليل توج الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، البطولة اللي اختتمت في المغرب. فاز الأهلي فيها على وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية 29 المغرب 29-24 في المغرب. دي لقطات من فرحة أبطال أفريقيا وكأس أفريقيا في يد الأهلي. الجميل في هذا الأمر وهم ملوك الصلاة بقى قولا مش دول أساطير الصلاة بقى، لا يعني ايه انهوا الموسم الماضي ببطولة كأس مصر وبدأوا الموسم الحالي ببطولة كأس أفريقيا. تسمع لاحتفالاتهم مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وهم في الأتوبيس بيحتفلوا. دي لقطات حية لقناة الأهلي من مكناسة يا باشمهندس. فرحة حلوة، فرحة حلوة، وأرجو إن هذا الانتصار يكون إرهاصة للسوبر القادم بإذن الله يوم 10 يوم 10/9 الأهلي والزمالك في صالة الدكتور حسن مصطفى في الهرم في 6 أكتوبر. أنا ليه بقول لك ملوك الصلاة؟ لأن هم أنهوا الدوري، ولو احتسبت احتسب الهدف اللي في الثانية الأخيرة مع انطلاقة الصفارة اللي كان فيها، قال لك اصل الصفاره ضربت وهو الكره ما كانتش طلعت من ايده لحصد الاهلي كل البطولات دوري وكاس، لكن هو بعديه على طول يعود ويحصد الكاس بجداره بفارق مريح، والان يبدا الموسم بهذا الانتصار بالفرحه الكبيره اللي انتم شايفينها حضراتكم. يعني بطولة مهمة، لأنها خلي بالك المغرب الآن تعيش صحوة في كرة اليد غير مسبوق، يعني نتائجها في البطولات الأخيرة لا منافس ومنافس قوي وفي المغرب تحديدا أنت بتلعب وكل ماتشاتك تقريبا كنت دبل سكور يعني مباراة النهاردة طبعا النهائية ومع بطل المغرب وداد سمارة 29-24 نتيجة تعكس قوة وندية المباراة الحقيقة، لكن هذه الفرحة الكبيرة لأبطال أفريقيا مع البعثة والأستاذ العمري فاروق والأستاذ ياسر كابتن ياسر الرملي رئيس البعثة رئيس الجهاز. يعني لو أردنا أن نتحدث عن قيمة هذا الانتصار هقول لك إنه علامة وإرهاصة لموسم مباشر بإذن الله. نرجو أن يعني يسفر عن تحقيق الأحلام اللي احنا كلنا نأملها في هذا الفريق. وده خلي بالك إن سياسة الدعم بتاعت مجلس الإدارة لكل الألعاب الجماعية مش كرة القدم فقط. أنت بتلمسها. وبعدين احذروا احذروا خسارة الأهلي. أيوه. يعني الكرة الطائرة في مفاجأة جامدة جدا خسر كأس مصر. انطلق في الدعم فورا. كرة السلة لم تحقق الموسم المرجو منها رغم انها ايضا حققت بطولة في البداية. ولو كنا احرزنا يعني حاجة غريبة، لو كنا مع الاتحاد السكندري في الثانية الأخيرة جبنا التو شوتس اللي قلنا كنا خدنا برضو الدوري. يعني انت كنت قريب قاب قوسين انك تحقق انجازات كبيره جدا في كل الالعاب. طيب علشان فرحه ابطال كره اليد هقول لكم نتائج الاهلي في هذه البطوله اللي هي بطوله الجداره الكامله الحقيقه. الاهلي حقق العلامه الكامله في هذه البطوله. في الدور الاول فاز على فريق سوكوتو ريما النيجيري النتيجه كامله وتفاكرين 46-26. ثم فاز على ريد ستار الايفواري 45-24 او 26. ثم كسب فاب الكاميروني 48-23. كل المباريات تقريبا دبل سكور. في نصف النهائي حقق الفوز على انتر كلوب الانجولي 34-30. وفي المباراه النهائيه النهارده قبل قليل فاز على وداد سمارة المغربي 29-24. الابطال اللي بيحتفلوا في الاتوبيس زي ما انتم شايفينهم، البعثة بيرأس الجهاز رئيس البعثة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وشايفينه في وسط اللعيبة بيحتفل ويسقف معاهم.
الاستاذ او الكابتن ياسر رملي رئيس الجهاز، كابتن طارق محروس المدير الفني، هاني النجدي مدير الفريق، محمد عادل المدرب العام، محمد مصطفى مدرب حراس المرمى، احمد القط محلل فني، تامر منيسي مخطط الاحمال، دكتور محمد ابراهيم طبيب، مصطفى نجيب اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار المدلك. ابطال افريقيا بقى مين؟ هؤلاء اللاعبون الابطال: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، عبد العزيز ايهاب، احمد راضي، عبد الرحمن فيصل، مصطفى خليل، واسامه الجزيري، واسلام حسن، ومحمود نعمان، وسيف هاني، ومحسن رمضان، ومهاب سعيد، وعمر خالد كاستيلو، وعمر سامي، وابراهيم المصري، واحمد عادل، وياسر سيف. شوف، قائمه ذهبيه ننتظر منها الكثير، ولكن برضو هذا التفوق للنادي الاهلي هو انعكاس لتفوق كره اليد المصريه على الصعيد الدولي. يعني لما تربط بقى ان في بقى حاجه اسمها المستوى العام. ايوه، في مستوى عام لكره اليد في مصر. ايوه، اي فرقه تخش البطولات هي مرشحه. ايوه، فيعني وده منطقي، لان لما يبقى يعني الدوري المصري قوي بيفرز من خلال يعني نجومه منتخب قوي، يبقى منطقي انه يخش البطولات، اي بطولات، وهو المرشح الاول. كرة اليد تعيش يعني صحوه، مش صحوه، هو طول عمر كرة اليد قريبه من المستوى الدولي، ولكنها في افضل حالاتها دلوقتي.